خلينا عمليين. انا ابني دلوقتي قاعد على البحر، انتوا عارفين فقره البحر دي اللي هي فيها ايه، 3 4 ساعات منقوعين في الشمس بجد العيال، وبتحفر بالرمله وبيناموا في الرمل وبيحدفوا على بعض، انت عارفه انت طبعا عارفه في الفقره اللي كلها رمل دي وميه بملح. صعب جدا تقنعيه انه يروح ياخد دش عشان يحط صن بلوك ويملزق. ليه ما يحط صن بلوك على الرمله على الملح على كله؟ هو اصلا المفروض ان هو اساسا حط صن بلوك قبل ما ينزل اصلا، قبل ما يتعرض للشمس ربع ساعه. خلاص عندنا بنعمل كده، اجدده بقى حتى وهو بعد 3 ساعات، يعني هو بيكفر 3 ساعات تقريبا. حلو، هيكرر تاني عادي فوق الرمله فوق الملح حتى حاجه يريق فلاي حتى الووتر بروف. مش لازم يتغسل واحط تاني خالص، لا احط فوق بعض. عندنا الفكره، ليه الناس عندها فكره اللي انت قلتيها دي، انه ما ينفعش احط كريم صن بلوك على ميه وملح. انا بحس ان الصن بلوك ده معمول عشان يتحط هو اصلا، هو بتستخدميه انت على البحر صح. يعني احنا دايما بندي اكزامبل كده، نقول سان بلوك ده زي الميه، حطيه فوق اي حاجه وقبل اي حاجه وبعد اي حاجه عادي. حلو، حتى ميك اب ونزلتي وعايزه تري ابلاي سان بلوك تاني حطي فوق الميك اب. انا بعمل كده، حطي قبل الميك اب بعد الميك اب. في دلوقتي سان بلوكس السبراي، صحيح يعني احنا ما بنحبهاش قوي على الفيس وبنقول اكتر انها للبودي، بس ما فيش مشكله لو انت خلاص مزنوقه او بره عايزه حاجه فيري لايت، ممكن احسن ما تحطيش خالص تري ابلاي تاني فوق السان بلوك. يعني فوق الميك اب عادي، يعني ممكن احط ميك اب كل حاجه، مش هيبوظ لي، لا مش هيبوظ لك الميك اب بتاعي، هيخترق كمان البشره وهيوصل. في ناس بتفتكر انها حاطه ميك اب فهو مش هيحمي لانه ده فوق الميك اب. ما هو المفروض ان هو في الاول، ما هو المفروض ان انا خلاص الصبح غسلت وشي وحطيت كريماتي وحطيت الصن بلوك، هحتاج ري ابلاي، مش محتاجه ان انا اشيل كل الميك اب او اغسل المكياج واحط على المكياج لغايه الساعه كام. معلش يعني انا احط الصن بلوك، انا خارجه من البيت بتوقيتات من كام لكام احط الصن بلوك، بعد كده مش لازم احط. هو الصن بلوك بيكفر 3 ساعات وخلاص تمام. ده انا قاعده في الشمس، ما هو الشمس اللي هي قبل الساعه 10 الصبح واللي هي بعد 3 العصر دي شمس حلوه، مفيش تسمرني بس ما تاذينيش. لكن الشمس اللي هي اللي من 10 ل 3 4 دي شمس حارقه، بالذات اللي هي بتاعت نص اليوم ال 12 يعني. انا لو نازله من البيت من الساعه 10 لغايه الساعه 3 او 4 الظهر، لازم ديورنج الفتره دي لازم احط صن بلوك.